اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وخير الانام وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لحضراتكم ان انا ههديكم بهديه حلوه في ختام الحلقه النهارده، واعتقد ان انتم شفتوا الجواب بيبان من عنوانه، فرقه نغم من الانشاد الديني اللي مشرفيني ومنورني النهارده. وانا عايز ارحب بيكم باكج كده كلكم شباب منورين، سواء المنشدين او الساده الموسيقيين، برحب بيكم مشرفين استوديو اخر النهار. والحقيقة انا عايز اقول لحضراتكم انه رغم ان انا اللي بهديكم الهدية، بس هم اللي بيهدونا بالمنتج الرائع اللي هم بيقدموه. مجموعة من الشباب التفوا حوالين فكرة حلوة جدا، وهي فكرة الانشاد الجماعي في حب الله وحب الرسول والمعاني الحلوة اللي طول الوقت احنا مفتقدينها. عايز اقول لحضراتكم ان فرقة نغم مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا، وعاملة ريتينجز وترينز والحاجات الكتير اللي احنا بنعملها على السوشيال ميديا، ولايكات و شيرات وكل حاجه. لكن في النهايه حضراتكم تستحقوا ان انتم تشوفوهم، وان احنا نقدمهم ونوفر لهم نافذه يعرضوا فيهم فنهم وابداعهم. خلوني الاول ارحب بكم جميعا، وابدا بمؤمن. ازيك يا مؤمن؟ ايه الاخبار؟ قول لي فكره نغم جت ازاي؟ فكره نغم جت لما كنا في الجامعه. احنا كلنا جامعه الازهر. جامعه الازهر شيخ. بسم الله ما شاء الله. اتقابلنا في النشاط الفني بتاع الجامعه. طبعا كان عندنا موهبه وكده، والجامعه بتوفر مدرب، الدكتور حسن فكري كان هو اللي بيدربنا. كويس. مايسترو كبير طبعا. فمن خلالها بقى اتجمعنا، انا كليه واحمد كليه، يعني في ناس في اعلام، في ناس في تجاره، في ناس في طب، يعني الموضوع. طب خلينا عشان بس ندي الحق الادبي نبتدي من هنا، ده شمالك ولا يمينك يا انس؟ يمينك كده صح؟ ده؟ طيب ومبعرفنا واحد واحد. عبد الله سعد. عبد الله سعد كان كليه ايه؟ عبد الله تربيه رياضيه. تربيه رياضيه. اهلا وسهلا يا عبد، ازاي؟ محمد سالم كليه طب بشري. طب بشري، بسم الله ما شاء الله. ازيك يا ابو حميد؟ ثم اسلام رمضان تجاره انجليزي. تجاره انجليزي. ايوه. انت كنت كليه مؤمن اعلام. اعلام. ايوه زملاء يعني. اهلا وسهلا. ثم احمد اسلام. احمد اعلام. احمد اعلام. احمد شاذلي. هو اسمه كده ولا احمد شاذلي؟ احمد شاذلي كليه اعلام. احمد اعلام بعد كده. تمام، اهلا وسهلا. مصطفى هريدي اعلام برضه. اعلام. اهلا وسهلا. والساده اعضاء الفرقه الموسيقيه. الساده اعضاء الفرقه الموسيقيه. الصنباطي احلى عازف. الصنباطي. ايوه. اهلا وسهلا. الصنباطي وسيف الدين. سيف الدين. والعازفه الكبيره وسام شبانه. اهلا وسهلا يا استاذ. واحلى عازف بقى عبد الرحمن، ده عازف الناي ما شاء الله. اهلا وسهلا، مشرفين ومنورين اساتذه محترمين كلكم، شرفتونا في اخر النهار. الفرقه اتكونت من قد ايه تقريبا؟ من ثلاث سنين. من ثلاث سنين. والشراره جت امتى بقى اللمعه؟ إيه هو احنا من ثلاث سنين اول ما بدانا، مثلا قعدنا خمس ست شهور كده، وبعد كده طلعنا على احدى القضايا الفضائيه في رمضان، فكانت دي بالنسبه لنا انطلاقه كويسه. كويس. بعديها من سنه ونص عملنا اول حفله رسميه لينا بتيكت وكده في شارع المعز.
حلو. وجالنا فيها حضور كبير جدا، فده قال لنا كملوا، لا انتوا بتعملوا فن هادف والناس هتحب الموضوع. بعديها بقى من حوالي كده شهر طبعا فضلنا بقى على نفس الايه الوتيره، ما تقدمناش شويه غير من حوالي شهر كنا في ميكروباص عادي في الطريق، فاكر انا بقى ايوه، وعملنا فيديو كده لإذاعة القرآن الكريم ده اللي كسر الدنيا وعمل مشاهدات. احمد كان عمال يدندن في الميكروباص، فاسلام راح فاتح الكاميرا عليه غصب عنه، ما خدش باله، فكلنا ما خدش باله ده يعملوا تمثال، ده المفروض تعملوا له تمثال اللي فتح الكاميرا ده يشتغل هنا بقى. هي انت لوحدك كده كنت عايش مع ال احنا دايما كده دايما واحنا في الميكروباص واحنا في البروفا الكلام ده بنطلع انا ومصطفى واسلام والشباب بنطلع كده نقول حاجات كده فطبعا انا من صغري وانا متربى على اذاعه القران الكريم اصلا طبعا، فلقيت اسلام طلع صور انا بدات، لقيت مؤمن دخل بعدي ومصطفى دخل بعدي وفيديو مش مترتب خالص ونزلناه بالصدفه والله من غير انا كمان ما اعرف تمام، نزلناه صدفه نصحى من النوم لقينا الفيديو. عايز اقول لحضرتك ان انا نزلته هو كان حاجه 200 لايك على صفحتي الشخصيه نمت وصحيت لقيته 3000 لايك، فقعدت ساعتين لقيته وصل ل 12000، دلوقتي ما شاء الله الفيديو تقريبا 40000 لايك، بسم الله 50000 شير، بسم الله ما شاء الله وصل دلوقتي تقريبا ل 3 مليون على صفحتي الشخصيه، بقيت صفحات الفيسبوك بقى في صفحات 10 مليون في صفحات طبعا كله اخده طبعا يعني صحيح. فيش انا لما اتفرجت عليه الحقيقه ما صدقتش انه في حاجه اصلي كده، يعني حاجه عارف لما تطلع كده حاجه من وسط التراب كده جوهره كده تحس انها اصلي بجد، كانت حاجه اصلي. ويمكن عشان انا جيلي كمان بقى اذاعه القران الكريم بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي، فلما سمعتها جسمي اتشعر البدن كده وحصلت لي حالات حلوه يعني، فشكرتكم من قبل ما شفتكم. الله يبارك في حضرتك يا رب. انتوا ناويين تكملوا كفرقه؟ اوعوا بقى يجي لكم بقى النفسانه والنجوميه والحاجات دي وتنفصلوا وتعملوا زي الحركات اللي بيعملوها النجوم. ان شاء الله قريب جدا قريب جدا. انا عارف النوايا دي بتيجي. لا لا والله احنا حابين بعضنا ومختارين بعض يعني كده. وعايز اقول لكم ان ربنا لما الهمكم سر النجاح يمكن البركه كانت في المجموعه. بالظبط. فاوعوا تفقدوا التوليفه دي لان هي دي سر نجاحكم وسر استمراركم ان شاء الله. يد الله مع الجماعة. صح بلاش أي جماعة. بلاش الجماعة. المجموعة عشان ما تقولش. مع جماعة نجم الإنشاء. لا لا مجموعة يعني خليني إيه عشان يعني البوكس ما يستناكش برضه. طيب تعالوا بقى نسمع الناس الفيديو القنبلة. يلا بينا. بس نشوفه بقى بشكل مرتب هنا في استوديو آخر النهار. إن شاء الله. إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من تراث إذاعة القرآن الكريم. قف على سنن المختار من نسب واجري البلاء غت من نوصان الزلل بلاغة الرسول محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضل أنبياء الأعصر الأول. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولانا بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا في نور الله. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته
بعدي العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوتي في واحة التاريخ في واحة التاريخ في ساحات من كانوا على صدر الزمان وساما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أكبر ما شعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آيها القمر في ظلال الهدي النبوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الله 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 رجعناك والله عشت معاكم لا وانتوا جايبين كمان الاصوات بالمذيعين الكبار بتوع اذاعه القران الكريم نوجه لهم تحيه اعلام بقى لا ونوجه لهم كمان في الهيئه الوطنيه للاعلام كمان يعني رساله انه شوفوا قد ايه اذاعه القران الكريم كانت مؤثره وكانت واصله وكانت يعني مكون اساسي في تربيتنا وفي شخصيتنا وفي حياتنا اليوميه فنرجو الاهتمام بيها اكتر واكتر واكتر علشان تفضل طول الوقت قناة ومحطة مشعة بالنور وبالدين وبالثقافة وبالاصوات وبالقيم والفضائل الحلوة دي. انا اكتر حاجة عجباني فيكو انه متهيألي انتو اول مجموعة شبابية سك كده بتنشد دينيا لانه احنا تعودنا وتربينا من زمان ان معظم المنشدين الدينيين بيبقوا يما شيوخ بيشتغلوا بيمتهنوا مهنة الدعوة الاسلامية او ناس كبار في السن وقراء للقرآن او مرتلين بشكل ما فوق الاربعينات والخمسينات ففكرة ان انتوا مجموعة شباب تكونتوا على هذا المجال وعلى هذا النغم وعلى هذا الانشاد انا في رأيي دي اكتر حاجة بتميزكو عشان كده انا حاسس ان انتوا هتطوروا في الحكاية وحتدوها ابعاد جديدة الفترة اللي جاية وانتوا بتعملوها بشكل مختلف يعني انتوا مش في النهاية مش بتقلدوا كوبي بيست يعني بتحاولوا طول الوقت تحطوا بصمتكم مش كده؟ اكيد طبعا يعني كلموني عن الورش بتاعت الشغل بتاعكم والله احنا دايما بيبقى لينا مثلا بروفة او بروفتين في الاسبوع بنحاول دايما نختار كل حاجه تليق على الشخص على صوت الشخص ده لان احنا خامات مختلفه يعني مثلا صحيح. مصطفى صوته بيجيب جوابات وصوته حد شويه احمد صوته قوي برضو بيجيب فوق وتحت انا صوتي ممكن اكون فيها حته القرار تحت شويه او يعني اسلام برضو صوته باز قوي جدا محمد صوته ناعم وبيحنين عبد الله بقى العرب كلها فعبد الله صحيح. فاحنا كل واحد فينا اكيد بيبقى فيه حاجه لايقه عليه فبنقعد بقى نختار لا عبد الله عيد دي تاني لا هنحاول نقول دي طب ايه رايك انت تقترح تقول حاجه هو
حاجه. بنطلع في الاخر بقى بمنظر مشرف، يعني منظر يليق بالانشاد الديني. لا الحقيقه وجهه وشكل واداء حاجه ممتازه. الله يبارك في حضرتك. هنسمع ايه دلوقتي؟ نسمع مولاي. مولاي اني ببابك. يا سلام. احمد الشاذلي. اوعى بقى تهزر فيها دي. لا اوعى تهزر فيها لا دي. حفيد النقشبندي. طيب يلا بينا. هودينا في دهب دلوقتي. احسن. الخلائق ظل في يد الصامت.
أدعوك يا رب، أدعوك يا واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله ببابك قد إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي. الله 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 الله، لا حفيده فعلا. تسلم بجد. وانتوا كمان عاملين حاجه حلوه جدا في فكره التخديم، يعني ال بتخدموا على بعض صح، وبتسلم يعني اللي يفهم شويه مزيكا ونوت وبتاع يعرف فكره التسليم والتخديم. والفرقه كمان عندكم الساده الموسيقيين اساتذه. ايه اساتذه؟ اساتذه لا، وهم كمان مريحينكم يعني. انا هم حتى لما بيبقى حاجه كده هم بيشيلوا يقلب يعني، بيعملوا حاجه شغل عالي قوي يعني، حاسس بيهم بصراحه، فبوجه لهم التحيه جدا. فكره الانشاد الديني كشباب جمهور ومستقبلينه ازاي؟ هو في ظل بقى الموسيقى اللي احنا بنسمعها اليومين دول، ده ما شاء الله في تلوث سمعي كبير جدا. احنا بنحاول نساهم في ان احنا نخلي الناس تسمع حاجه هادفه يعني. والشباب بيقبل؟ لا للاسف. لا للاسف يعني ثقافه المجتمع دلوقتي يعني مايله شويه، وقليل قوي اللي بيحب يتفرج على حاجه فعلا. الشباب رايح المهرجانات بقى والكلام المهرجانات والاغاني الجديده، حتى مش كلها كويسه يعني، في اغاني كويسه في اغاني للأسف. لا. انتوا حفلاتكم اكترها مش من الشباب الصغير يعني؟ لا هي فيها شباب صغير كتير كويس. بس بالنسبه للشباب الموجود لا مش حاجه. يعني فين الناس اللي بتحب تسمع الانشاد الديني؟ فين الناس اللي بتحب صحيح. تسمع خصوصا ان انتوا يعني معظم الحاجات اللي انتوا عرضتوها سواء هنا في الحلقه او حتى موجود شغلكم على مواقع التواصل، حاجات مش صعبه يعني. في حاجات في الانشاد الديني صعبه ونقول فيها كلام مقعر ولغه عربيه صعبه واوزان تقيله بالزبط. ممكن الشباب الجديد ما يبقاش مستوعبها قوي، لكن معظم حاجاتكم سهله وباللغه العاميه، وبالتالي معظم الشباب لا تتواصل معاه. اللي بنقدر نعمله اللي احنا دلوقتي حتى في لبسنا، لو حضرتك شايف ان احنا بنوصل للشباب اكتر يعني صح. في اللبس في اللون يعني بنحاول نوصل له اللي احنا عايزين نوصله له، بس بطريقته هو مش بطريقتنا صحيح. صحيح. وممكن قفشين اللون الاحمر ولا ايه؟ لا شباب؟ جميل ما شاء الله، بيحبوه بيحبوه بيخافوا منه. لون العلم. هو احنا حاليا يعني بنحاول ان احنا بقى هنعلي شويه الانتاج بتاع الفرقه، هو انتاج ذاتي يعني، مفيش للاسف برضو المنتجين بيوجهوا لان هم لا في يعني، في منتجين ممكن يصرفوا على مهرجانات صحيح يعني مش كويسه، وللاسف محدش بيبص لينا. احنا دلوقتي بنحاول بانتاج ذاتي ان احنا بقى نكبر الفرق شويه. طب انتوا ما جربتوش تتواصلوا مع شركات مع منتجين كبار يروحوا بعرض؟ يعني في النهايه السعي واجب طبعا. يعني روحوا بعرض وقولوا لهم احنا بنعمل كذا، وادي الريتنجز بتاعتنا، وادي مشاهداتنا، وادي حفلاتنا، واحنا لو طورنا نفسنا وبقينا بشكل احترافي وبقى فيه رعايه وبقى فيه تمويل وصرف هنوصل لمرحله اكبر. نوصل ما يعني، ده احنا بنحاول والله نسعى في الموضوع ده، نحاول بقى نظبط نجيب جيتارات وهنجيب درامز والموضوع هيشتغل غربي. طب انا معاكم على الاقل الدعوات يعني. نطمنا عايز حاجه ده كفايه دعوه. لكن اي كونكشنز اي تواصلات محتاجينها احنا معاكم، وهنسألنا اي فن محترم بيقدم لازم نبقى في ظهره ده بجد، عشان نحارب الفن الوحش طبعا. لازم نشجع ونساند الفن الكويس ان شاء الله. يلا بينا.
يلا بينا يلا بينا نعمل ايه؟ نسمع اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد سالم بقى يلا
من حضر. اللهم صل عليه. النبي خير البشر. اللهم صل عليه. النبي يا من حضر. اللهم صل عليه. النبي خير البشر. اللهم صل عليه. من دنا له القمر. اللهم صل عليه. من دنا له القمر. اللهم صل عليه. والشجر سلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وربنا يبارك فيك. وحاجة عظيمة وحاجة ممتعة ونفسي الليلة ما تخلص. بس احنا اكتر والله بجد اتشرفت بيكو. واعتقد ان كل الملايين اللي بيتفرجوا علينا سعداء بيكو وسعداء بالفكرة وسعداء بالاداء وسعداء بالاصوات وبالاخلاص اللي انتوا بتقدموا بيه. وانا متاكد ان انتوا ان شاء الله بعد الحلقه دي كمان هتروحوا في حته تانية. يا رب ان شاء الله. بس مش كجماعه ما تخافش, كمجموعه هنروح في حته تانية كمجموعه. كمجموعه واحنا معاكم وراكم. ويسعدني ان انا في اخر النهار نبقى من الناس الراعيه ليكم. كل اعمالكم هنزعها لكم. ولو نقدر نساعدكم ونوصلكم كمان لناس بالشكل الاحترافي مش هنتاخر. انتوا تستاهلوا بجد. ربنا يبارك فيكم. شرفتوني ونورتوني. وفردا فردا بشكركم سواء المنشدين او السير الفرقه الموسيقيه. ابدعتوا واحسنتوا. شكرا جزيلا. شكرا. نختم بقى بالكرين كده وانتوا بتقولوا قمر. بسرعه بسرعه يلا بسرعه بسرعه. ها 1 2 3